السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي التوانسة رجال الحراير ونساء الحراير، أنا أخوكم سيق المقصوص. مشيت نطالب بك الموتور بوتلاثة باش نتنقل بيها، عندي ثلاثة صغيرات، واحد عمره 6 سنين، 7 سنين، وطفلة 10 سنين. طفل يقرأ في السنة الأولى، وطفلة تقرأ في السنة، وطفل الآخر يقرأ في السنة الثانية، وطفلة تقرأ في الرابعة. مشيت الشؤون الاجتماعية باش قدم، قال لي قدم مطلب وطلع سيرتيفيكا يعطيها الكتب نتاعك باش تخوك الموتور بوتيزا نتاع المعاقين. قعطوني عمر سيرتيفيكا، عمرت لهم بالسيرتيفيكا والكتب نتاعي، حتى لو اني انا ما عادش نجم نتحرك. سيرتيفيكا هاي باش يعطوني الموتور بوتيزا. مشيت اليوم قدم، وانا عندي السكر، أنا باسمي بلال حميدي، عندي السكر مرض مزمن وعندي الكرنيه الأبيض. كي مشيت اليوم قدمتهم قالوا لي المناطق الموتور بوتلاسة إلا منحولك الكرنيه الأبيض والشهرية. قالوا لي أنا ساقي مقصوصة، شو أنا ساقي مقصوصة وثلاثة صغار، باش نوكلهم انا الصغار هذوما شنو ذنبهم؟ باش نوكلهم؟ كيفاش نحبهم يعيشوا عايش كريم؟ باش نقومهم انا؟ باش نقريهم؟